صباح الخير، واليوم 11 جانيوري 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، رح تنجح في معالجة أوضاعك المهنية بالسرعة التامة، ولربما يتدخل أحد الأشخاص في تحريك الأمور بشكل إيجابي على الصعيد المهني. وأما عاطفيا، كأنك رح تنهي تفاصيل تصرفات الشريك بموقفه تجاهك وتوقع ردة فعل وانتقادات منه ممكن توتر العلاقة بيناتكم. مولود برج الثور، خطوة مهنية جديدة أنت مقبل عليها رح تترك انطباع إيجابي عنك في العمل وتوقع انتقال قريب لإلك. وأما عاطفيا، رح تقلب الصفحة بصورة إيجابية على الصعيد العاطفي بالإضافة لمتابعة طبية بانتظارك. مولود برج الجوزاء، ما رح تفشل في إيجاد الحلول المناسبة لعلاقتك مع الشريك، ورح تعرف كيف تتخطى الحزن يلي بداخلك قريبا. وأما مهنيا، تبدو حذر جدا في خطواتك المهنية والخوف مسيطر عليك من الوقوع بالفراغ في العمل بالإضافة لضغوطات مالية عم بتعيشها. مولود برج السرطان، ابتعد عن القرارات الفورية على الصعيد المهني وابتعد عن الإشكالات المزعجة مع الزملاء. وأما عاطفيا، عم تشعر بالتفاؤل والرضا بالمستجدات اللي صارت على الصعيد العاطفي. مولود الأسد، كأنك عم بتعيش حالة من عدم الاستقرار والرضا على الصعيد المهني، ورغبتك بالتغيير والانتقال ما رح تتخلى عنها بالإضافة لمكسب مالي منتظر. وأما عاطفيا، تبدو متقبل ومتفهم لوضع الشريك وتوقع تطور إيجابي معه. مولود برج العذراء، الفلك عم بيتحدث عن قضايا مالية ممكن تشغل بالك. وأما مهنيا، توقع شروط جديدة في العمل وتحرك إيجابي نحو خطوة جديدة. وأما عاطفيا، ابتعد عن المناورة بعلاقتك مع الشريك حتى ما تهتز ثقته فيك ويحس بأنك عم تكذب عليه. مولود برج الميزان، اطمئنانات صحية من بعد مخاوف وقلق قطعت فيها. وأما مهنيا، عم بيتبدل رأيك باليوم ألف مرة، وخصوصا فيما يتعلق بأهدافك المهنية، فنصيحتنا أنك تتشجع وتتقدم وما تتردد ابدا. واما عاطفيا، عم تتعمق علاقتك مع الشريك اكثر وابتديت تشعر بالتحسن والامان معه. مولود العقرب، مشكله مهنيه قديمه ممكن تعاود الظهور عن جديد في العمل ومتابعتها امر ضروري لك. واما عاطفيا، قد لا يرضى الشريك بالدخول بتفاصيل الامور الخاصه بعلاقتكم سوا، وخصوصا انه الوقت غير مناسب للنقاش فيها. مولود القوس، كأنك عم بتحضر لمشروع جديد على الصعيد المهني وحركة التغيير والانتقال تبدو ناشطة في العمل. وأما عاطفيا، رح تعمل المستحيل لإنقاذ علاقتك من أي مخاطر وجاهز لحمايتها وتطويرها. مولود برج الجدي، ما رح تقبل تعيش ظروف مهنية بتتناقض مع اهتماماتك وطموحاتك، وتبدو حريص على تبديل الأوضاع لصالحك في العمل. وأما عاطفيا، أجواء من الغيرة والتسلط ممكن تسيطر على علاقتك مع الشريك، ويبدو أنه الحق عليك مش معك. مولود الدلو، تبدو حريص على تحجيم المشاكل والعرائيل اللي عم بتمر فيها على الصعيد المهني، وتوقع أحداث جديدة لصالحك قريبا. وأما عاطفيا، توقع مبادرة من بعيد لبعيد بعلاقتك مع الشريك، وكأنه رح يعتمد عليك بترطيب الأجواء. وآخر الأبراج معنا مولود برج الحوت، اللي عم نشوفه عاطفي جدا وبداخله عتب كتير كبير على الشريك بسبب تقصيره معه. وأما مهنيا، لربما تواجه معاندة من عناد من القدر في تحريك وضعك المهني بطريقة أسرع في العمل، بالإضافة لخطوات مهنية جديدة مقبل أنت عليها وفرص مالية غير متوقعة. هذه كانت توقعاتنا الفلكية لهذا النهار. لقوني بكرة بتوقعات جديدة. ضلكم بألف خير، وباي باي.